صباح الخير عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني وبتوحشوني دايما. سلم على كل حبايبي اللي معايا في القناة من زمان، وكل حبايبي اللي انضموا لينا جديد. يا رب بس القناة تعجبكم، ودايما جولاتنا تكون عند حسن ظنكم. النهاردة ان شاء الله صورت لكم عند فرشة حلوة جدا في العتبة، بصراحة عليها شوية حاجات تحفة زي ما انتوا شايفين، والسعر خيالي. السعر 75 جنيه بس يا بنات. اي حاجة على الفرش ده هوريها لك دلوقتي. شايفة ده عامل ازاي؟ 75 جنيه بس. الشوزات دي كلها بواقي محلات عباس العقاد، محلات وحاجات خرافية بجد. بتعرفي منين ان هي بواقي محلات مش شغل شعبي؟ الشوزات دي كلها عليها ترقيم، حاجات كتير هوريها لك. هوريكي في حاجات الترقيم اللي عليها متشال، وفي حاجات هوريكي الترقيم بتاعها. حاجات الترقيم ده انتوا عارفينه، اللي بيبقى اكواد كده محطوطه على الشوزات علشان خاطر الراجل اللي في المحل يطلع لك المقاس والموديل والحاجات دي. شايفه الشوز ده عامل ازاي؟ ده ب 75 جنيه بس، تحفه والله العظيم، جميل جدا، اقسم بالله شكله عسل. عنده بقى شويه حاجات جميله، عنده شوزات، بوتات، جزم، حاجات بكعب، عنده سابوهات زي ما انت شايفة كده، كمان عنده الجزم الأمهات الجلد الطبيعي. بصراحة حاجات جميلة جدا. انا هوريك الفرش، يعني بص الفرش عليه كمية حاجات جميلة جدا، بس انا ايه يعني هوريك اللي ايدي كانت بطوله. بص دي شيك قوي وكلاسيك، ازاي شيك جدا، حاجات حلوة جدا بصراحة، واسعارها يعني وهمية، وخامتها حلوة جدا، مش شغل شعبي ابدا ولا الكلام ده خالص. زي ما قلت لك دي بواقي محلات، ومحلات مش اي كلام، محلات فخمه، موديلات عاليه جدا، وبصراحه شكلها حلو قوي وشيك قوي. وكل موديل في منه كذا لون، يعني زي ما وريتك كده الاسود ده كان في منه الكحلي اللي هو الكلاسيك اللي بكعب ده. السابوهات دي في منها اشكال كتير، وبصراحه شكلها شيك قوي، وكمان في منها يعني انتي على الفرش هتلاقي مقاسات وموديلات حلوه جدا. كمان الزيتي دي جميله جدا وشيك وخفيفه بشكل مش طبيعي، مش حاجه كده تهمه في رجلك، بالعكس خفيفه جدا جدا، عجبتني قوي بصراحه، وشكلها شيك، واللون الزيتي كمان لون لا يقاوم بصراحه. بص الصندل ده عامل ازاي؟ قمر بجد، يعني الفرش كان عليه حاجات حلوه قوي قوي قوي. والراجل صاحب الفرش اسمه الحاج محمد فوزي، بصراحه راجل طيب جدا جدا ومسالم لابعد الحدود. يعني قال لي يا بنتي صوري الفرش كله زي ما انت عايزه ولا يهمك، بس هو يعني راجل كبير كان قاعد على الكرسي بتاعه، وانا بقى عشت حياتي على الفرش، صورت لكم الفرش كله 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 من كتر ما حاجته كانت عجباني. والله العظيم السعر بتاعها خيالي خيالي خيالي، 75 جنيه بس. ده مش تمن النعل، سوري في اللفظ، يعني مش تمن النعل بتاع الشوز بصراحه، ولا الكعب ما يجيش فيه حاجه، من كتر ما الحاجه حلوه جدا، تقفيل وخامة وماتيريال موديل كل حاجة كل حاجة. وفي الشكل في اللبس بقى مش قادرة اقول لكم الحاجات، القمر دي شكلها عامل ازاي في اللبس، حاجات كده كيوت ولطيفة وكل حاجة. طبعا انتوا اساتذة في الحاجات دي اكتر مني، تفهموا في الحاجات دي اكتر مني في حاجات الموضة والحاجات دي، بس انا برضو حبيت اوريكم يعني الحاجات اللي موجودة على الفرش. وبعتذر لكل الناس اللي بتتضايق من رغي، في حد كتير يعني قال لي انت من كتر ما انت بتتكلمي انا مش عارفة اركز في الفيديو. طب انا ينفع اسيب لكم الفيديو كده شغال من غير ما اتكلم معاكم؟ اكيد لا طبعا، ما انا لازم اقول لك يعني اكيد. بصي ده عامل ازاي قمر، ازاي النايك ده تحفة تحفة، وفي منه كذا لون بجد رائع رائع رائع، جميل جدا. بالمناسبه كمان الفرش عليه حاجات اطفال هنوريها لكم برده، وعليه بوتات هوريها لكم، حاجات جميله جدا. الفرش ده عظيم وما يتوهش، وفي الاخر الحاج محمد هيقول لنا هو فين بالظبط. بصي كمان الكشمير ده عامل ازاي ب 75 جنيه يا بنات، الحقوا فرصه بجد لا تقاوم ولا يعني لا تقاوم ولا تقارن بجد. الراجل ده عنده شويه حاجات تصفيه المحلات دي رهيبه رهيبه رهيبه. نرجع لمرجوعنا والست او البنوته اللي بتقول لي انت من كتر ما بتتكلمي انا مش عارفه اركز في الفيديو. طيب بالله عليكم انتوا قولوا لي ايه يرضيكم، ان انا مثلا اصور لكم واسيب الفيديو شغال واسكت؟ لا، ما انا لازم اسليكم برضو انتوا بتتفرجوا.
ولازم نتواصل فكريا ونتواصل في الكلام، وانا اتكلم وانتوا تردوا عليا في الكومنتات علشان خاطر يبقى في بينا حوار، ولا ايه يا بنات؟ مش معقول كده يعني، مش معقول كل فيديو تطلع لي واحده كده من النص تقول لي انت بترغي. طب ايه؟ طب ما انا لازم ارغي، ما انا لازم اتكلم برضو، ادوني حق التعبير عن نفسي يا جماعه، مش كده؟ بصوا الهاف بوت ده جميل ازاي، بصوا بقى البوتات سعرها ايه. البوتات سعرها 125، يعني اي شوز كوتش جزمة عادية فلات او بكعب او صندل شبشب ب 75، القمر ده بقى ب 125. بصراحة يستاهل 300 جنيه مثلا او اكتر، يستاهل كتير. بص الشياكة واللون والخامة، واليعني بيتكلم عن نفسه بصراحة، يعني البوت بيتكلم عن نفسه يا جماعة يعني. والكعب بتاعه بصوا عامل ازاي، حاجات حلوة جدا وشيك جدا. البوت بتاع الأطفال ب 75، البوت الكبار ب 125. طبعا أشكال البوتات وموديلاتها كتيرة جدا وألوانها كتيرة جدا. بص الجوتشي ده عجبني جدا، أنا أي حاجة جوتشي بحبها، شنطة تشيرت شوز. بصوا الجوتشي ده يعني أنا بعشقه بصراحة، أي حاجة فيها الخطين الزيتي والنص أحمر أنا معاها، أنا تمام. بحب الشكل ده جدا، وبحب البراند ده جدا جدا جدا. بس بصراحة عنده شوية شوزات وبوتات والله العظيم، يعني الواحد كان نفسه ياخد الفرش ده معاه وهو مروح، من كتر ما الفرش عليه حاجات كتيرة جدا وسعرها حلو. فبصراحة يعني مذهل بجد، يعني شفت فروشات كتير وانا بصور هناك، ملقتش كمية فرش عليه كمية الاشكال والموديلات دي زي الفرش ده. بص الموديل ده عامل ازاي، روعة تحفة بجد. الموديل ده هايل 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 شكلا وخامة بقى، ورغم بص ان هو حجمه ضخم الا انه خفيف جدا، سبحان الله. يعني الخامات بتتعرف من كده، مش حاجة في ايدك كده تقيلة تبقي لابساها بتجرجري فيها مش قادرة تمشي، لا. الماتريال رائعة بجد، والاشكال والخامات والالوان بجد. تحياتي لهذا الفرش العظيم اللي عليه حاجات حلوة قوي وشيك قوي، ويعني تكمل شياكتك وأناقتك كده، وبأرخص الأسعار بجد، بأرخص الأسعار. يعني مفيش بعد كده لما تشتري في عز الشتاء، يعني احنا لسه مفيش أي أوكازيون شتوي نزل، مفيش تصفيات شتوي نزلت، مفيش أسعار قلت في الحاجات الشتوي، ورغم كده الهاف بوت والبوتات والحاجات دي رخيصة جدا رخيصة جدا. لما تشتري البوت ب 125 جنيه وللأطفال ب 75 جنيه، يعني على الرغم من انه في المحلات بثلاث أضعاف تقريبا السعر، فأكيد أكيد أنت الكسبانة. يعني أنا بدل ما أشتري واحد من المحلات إياها اللي أنتوا عارفينها، أجي هنا أخد ثلاثة بسعر واحد، فاهمين؟ ده أطفال. بص الكود اهو، مش عارفه خدتي بالك ولا ايه، الكود على النعل بتاع البوت من بره، الكود ده بتاع المحلات كلنا عارفينه، مش الشغل الشعبي، مش بيبقى متكود ولا اي حاجه، عشان تبقي واخده بالك وعارفه الفرق بين الحاجه بواقي المحلات. اهو الكود رجع تاني، الكود على الشوز من تحت ده حاجات بواقي محلات، عشان تبقي فاهمه الفرق، مش شغل شعبي وخامات رديئه تقشر من تاني يوم او تشقق او تفك او الكلام ده خالص، ولا تقيلة في الرجل ولا اي حاجة، بالعكس بجد شغل روعة، جميل جدا جدا جدا. انا متأكدة ان الحاجات دي هتعجبكم جدا لما تشوفوها، قولوا لي رأيكم اكيد في الكومنتات، علشان انا يعني اهو بصي كمان البوت ده عليه الكود، يعني حاجات كتيرة جدا كان عليها اكواد وحاجات تانية الاكواد كانوا شايلينها، ولكن بصراحة الشغل كله اكثر من رائع بجد. خامات جميلة جدا، وموديلات زي ما قلت لكم قمة في الروعة. وكمان اللي احلى من كده ان صاحب الفرش، كل البوتات لو ملاحظين عليها الاكواد بتاعتها، ان صاحب الفرش راجل طيب جدا جدا جدا، ما بتكلمش ابدا على فصال ولا الكلام ده، بتكلم على انه بيسيبك براحتك على الفرش، يعني تنقي تقيسي تختاري موديلات براحتك، ولو ما اشتريتيش مش هيقولك حاجة، فاهمة؟ مش اللي هو في ناس لما تروحي تقفي على الفرش يبقى لازم تشتري كده يتخانق معاكي، خالص اطلاقا مطلقا بجد. انا وقفت على الفرش يمكن اقول لك نص ساعه مثلا،
وطول النص ساعة دي الناس كانت بتيجي وتروح، واللي يشتري يشتري واللي ما يشتريش براحته، ما كانش فيه إجبار على حاجة زي ما في ناس كتير بتعمل. بصي كمان البوت الجميل النبيت اللي هو كان اللي اسمه ايه شاموا، جميل جدا وشيك جدا في اللبس. كمان البوتات اللي هي عاملة زي الدبابة دي مش تقيلة خالص، شكلها تفكري ان هي تقيلة او هتبقى مزعجة جدا في الرجل، بالعكس خالص خفيفة جدا. بصراحة الفرش كان عليه حاجات حلوة قوي، ويعني زي ما قلتلك في جزء كمان اللي هي الشوزات بتاعت الفلات بتاعت الامهات جلد طبيعي، دول ب110، دول ليهم سعر خاص لانهم يعني موديلات الحريم اللي هم بتوع الامهات بقى بتوع امهاتنا، دول ب110 زي ما قلتلك، جلد طبيعي شكلهم حلو جدا، خفاف جدا برضو في اللبس علشان ما يبقوش يعني مزعجين او بيضايقوا امهاتنا، عشان خاطر انتوا عارفين بيحبوا الحاجة تبقى خفيفة في رجلهم وما لهمش قوي في موضوع الكعب ده، علشان خاطر يعني بيبقى عمليين اكتر. بصي بقى البوتات الشوزات الحلوة دي، وكمان الشبشب ده شكله جميل قوي، انا بقول شبشب عادي يعني. هو اسمه شبشب، انا ما بقتنعش بالتحديثات الجديدة دي والسليبرز والحاجات دي، لا وانا بالنسبة لي هو شبشب. شوفوا انتوا بتقولوا ايه بقى، بس بصراحه حاجات حلوه قوي مميزه يعني الفرش. هنا ده الرويعي جنب شركه النجار، تمام، والشرق الادنى. الشرق الادنى، تمام، شكرا لحضرتك. خلصنا بقى فرش الجزم بتاع الحاج محمد فوزي، وهنخش بقى على الفرش اللي جنبه على طول بتاع الشنط، وفرش عليه شويه شنط عظيمه جميله جدا. طب الاسعار بتاعته ايه؟ الراجل ده كان هو اللي قاعد على الفرش، راجل وابنه صغير وكان بيفطروا، فانا كنت بصور، فهو ما وقفش معايا يقول لي السعر ايه، قال لي انا عندي من 175 ل 150. فمعظم الاسعار بتاعه الفرش كلها يا بنات بتتراوح من بين 75 ل 150 جنيه. مش هعرف اقول لك بقى دي بكام ودي بكام، لان صاحب الفرش كان بياكل، فانا سبته بقى هو يعني كان بيفطر او كده، وانا قلت اصور الفرش وهو قال لي رينج الاسعار بتاعته كده. يبقى احنا عشان نبقى عارفين رينج الاسعار من 75 ل 150، ولكن كان عنده شويه شنط. بصي الذهب دي جميله جدا 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 بجد، حلوه بشكل مش طبيعي، وخامتها حلوه جدا، والجوتشي دي كمان قمر يعني زي ما قلت لكم قبل كده، الجوتشي ده عشق بجد، جميل جدا، هو اصلا كده حاجه مبهجه بجد. شويه شنط بقى عنده. بصي كمان دي عامله ازاي، دي اخت الذهبي، بس اللون رهيب يا بنات بجد، يعني واحد شكلها مبهج كده وشكلها حلو قوي. زي ما قلت لكم دول صحاب الفرش كانوا بيفطروا، علشان كده انا صورت كل الشنط، ما قلتلكيش دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا، لكن زي ما قلت لك السعر من 75 ل 150. كمان هيبقى ليهم رقم تليفون في اخر المقطع بتاعهم علشان تبقوا عارفين لو حد حابب يتواصل معاهم باي شكل من الاشكال، لو عايز يروح للفرش ومش عارف اي حاجه، الارقام او او هصور لكم الشنطه يعني بتاعتهم، وعليها الارقام وعليها العنوان بالظبط بالتفصيل. هو نفس الجنب على طول الفرش بتاع الحاج محمد فوزي بتاع الشوزات. شفتوا الشنطه دي عامله ازاي، بصوا شكلها وجمالها عامل ازاي. الموديلات عندهم حلوه جدا، الخامه كمان عندهم بجد بتتكلم عن نفسها، الخامه حلوه جدا، يعني الشنط الماتيريال بتاعها جميل جدا، مش حاجات من اللي هي تقشر من تاني يوم ولا الكلام ده خالص، دي شنطه بيبيهات رائعه جميله جدا يعني قمر بجد. عنده شويه اشكال وتشكيله حلوه قوي قوي على الفرش بصراحه، يعني كمان في حاجات انا كانت في نص الفرش، بصي القمر دي كانت في نص الفرش، فما كنتش طايله اجيبها من اي زاويه، بس كمان ما كنتش عايزه ازعجهم وهم يعني بيفطروا، ففضلت ان انا يعني اصور واحط لكم كده الايه متوسط الاسعار عندهم زي ما قلت لك، وهم يبقوا يكملوا اكلهم، وانا ايه صورت لكم معظم الحاجات اللي موجوده على الفرش. كمان الحاجات اللي متعلقه الكروسات دي جميله جدا، السودة دي روعه بجد، شيك جدا جدا جدا، شكلهم حلو قوي، وكمان خفاف كده وعمليين يعني للناس اللي ما بتحبش الشنط الكبيره، ف
فهو عنده كل الموديلات بصراحة، يعني عنده كل الأحجام، عنده الباك وعنده الكروس وعنده الصغيرة والكبيرة، عنده كل حاجة. فبصراحة يعني الفرش بتاعه ما شاء الله عليه شوية حاجات حلوة جدا يا بنات. أنا حط لكم زي ما قلت لكم، هصور لكم الشنطة بتاعته أو الكارت أو الرقم، يعني هنحطه في آخر المقطع علشان خاطر اللي عارف اللي عايز يتواصل معاهم أو يعرف طريقهم. لكن حاجاتهم حلوة جدا، الشنطة دي جميلة جدا وخامتها حلوة قوي. وكمان بص الذهب دي بقى للناس اللي هي الغاوية الأناقة اللي على أصولهم، يعني حلوة قوي بجد، يعني ما حدش يقدر يتكلم عليها. بصوا مالية مكانها كده وحافظة نفسها بصراحة، يعني شنط حلوة قوي قوي قوي. ده الرقم زي ما قلت لكم والعنوان بتاعه اللي حابب يروح اهو، العتبة عمارة زلط امام صدناوي. كمان الفرش اللي جنبهم على طول كان ملفت جدا للنظر بصراحة، عليه شوية حاجات حلوة قوي، قلت يعني اديكم فكرة برضو يمكن حد يحب يتفرج او يعرف الاسعار. وكمان دول ليهم موديلات على فكرة، يعني ده طالع موضة مال الدنيا كلها، انا جايبة منه لقيته هناك. عنده بقى في نوع كده موديل هوريهولك، تحفه تحفه تحفه، عجبني جدا. عنده كل الالوان، اي شبشب عنده شبشب البيت ده يعني ب 35 جنيه. اي واحد انا حاطه لكم برده رقم تليفونه علشان اللي عاوز يتواصل معاه باي صوره من الصور. بصراحه بصوا كل ده 35 بس الموديلات. هو بقى بيورينا بالكيس، لكن انا دلوقتي ايه هاخد فرصتي وهفك كل الاكياس دي علشان اوريكي الموديل بصورته يعني الطبيعيه، ما تبقيش شايفاه كده من ورا كيس ولا الكلام ده. بس هو انا حبيته ياخد فرصته ويعرض بضاعته بالشكل اللي هو حابه. هو بقى محافظ عليها وخايف عليها ان هي ايه تتبهدل او كده، فسايبها في اكياسها. انا بقى ايه زي ما قلت لك هاخد فرصتي وفرصتك معايا، وهطلع لك من كل يعني واحد هطلع لك منه فرده كده تشوفي شكلها، علشان بجد عنده موديلات ما شفتهاش على فرش. بجد الراجل ده عنده موديلات للشبشب بتاع البيت تحفه تحفه قمر كده. بصي بصي ده جميل ازاي، 35 جنيه بس، تحفه بجد وخفيفه جدا وطريه طبيه جدا بصراحه، حلوه قوي. يعني انا ما رضيتش افوت البصي، انا عاجبني الموديل ده جدا. وفي منه بقى نبيتي وبينك وكشمير واسود، بصراحه بصي نبيتي عامل ازاي والله العظيم تحفه. 35 جنيه بس يا بنات. كل الموديلات اللي عنده دي حلوه بشكل مش طبيعي، عنده اشكال انا ما شفتهاش على فرش قبل كده. كمان عنده فرش رجالي بيبيع ب 65، هديكم منه كده لقطه عشان الرجاله ما يزعلوش مننا ويبقى الفيديو كله حريمي حريمي. لا في حاجات رجاله هي هوريها لك عشان يبقى ايه الفيديو شامل كامل متكامل. احنا قلنا سعر الرجالي ب 65 عشان تبقوا فاكرين معايا، وسعر الحريمي 35. معلش يا بنات اعذروني البرد انتوا عارفين. بصي كمان الموديل ده حلو ازاي، وعالي وفي نفس الوقت صفت كده وطري وخفيف. وبص اللون عامل ازاي والشكل، الناس بقى اللي بتحب الالوان الحلوه دي والريمبو والحاجات الحلوه دي، بصي قمر والله العظيم. و 35 جنيه بس تحفه. بصي الاسود بتاع اللي احنا مصورينه قبل كده اللي قلت لكم عليه عجبني، بصي الاسود بتاعه عامل ازاي، جميل جدا جدا منتهى الشياكه بجد. 35 جنيه بس، انا بفكركم بالسعر عشان تبقوا عارفين السعر خرافي، جميل بشكل مش طبيعي. كمان الموديل ده عجبني جدا، يعني ده بقى على البحر كده، بصي هو والريمبو التاني على البحر كده تحفة، كلمة تحفة شوية بجد. يعني الحاجات دي بتتعاز وما بتلاقيهاش بقى في المصيف، والحاجات دي واسعارها عالية جدا. يعني الشبشب اللي هو الملون اللي بقول لكم عليه على البحر ده، انا شفته والله العظيم في محل استوكات في مصر الجديدة، انتوا مش متخيلين كان محطوط عليه حاجة و80 جنيه. اللي ب 35 جنيه ده هو كانوا حاطين عليه حاجة و80 جنيه. تمام؟ فبصراحة لقطة بجد. كمان موديلات الرجالي حلوة جدا عجبتني برضو، قلت كده اوريها لكم برضو علشان هي حلوة قوي، وكمان خامتها حلوة جدا، مش شغل شعبي خالص بالعكس، الماتيريال حلوة والشكل بصي عامل ازاي، ب 65 جنيه بس.
في حاجات عن تجربة اللي هو ده او اللي هو لكم دلوقتي حلو قوي وجايباه يعني للولاد في البيت، يعني خفيف جدا وسوفت طبي ومريح جدا في الرب. فبجد عنده حاجات حلوة قوي يا بنات. انا احط لكم الرقم في اول المقطع بتاعه. انا هنا مصوره لكم على كذا فرش، وكل فرش حاطه لكم سواء صاحب الفرش قال هو فين بالظبط، او انا صورت لكم كارد، او حطيت لكم الرقم علشان خاطر اللي عاوز يتواصل مع اي حد من اصحاب الفروشات دي يبقى معاه وسيله تواصل. هم فين بالظبط او الكلام ده تقدروا تتواصلي معاه بالتليفون، لانه مستحيل هقدر اقول لك الفرش ده فين بالظبط لان الفروشات ملزقه جنب بعض. طبعا اللي بيروحوا العتبة عارفين ده الموديل اللي بقول لك عليه عن تجربه، طري جدا، الولاد بيحبوه جدا، جايبه لهم منه يعني بجد تحفه تحفه في اللبس، خفيف وطري وصافي كده، حاجه جميله جدا. لو انا قلت لك مثلا الفرشه الفلانيه عمرك ما هتعرفي توصلي، لان الفروشات كلها جنب بعضها بشكل مش طبيعي، ده جنب ده جنب ده جنب ده، وكله شوزات 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 او شنط شنط شنط، فمش هتعرفي تفرقيهم عن بعض غير برقم التليفون. هو بقى صاحب الفرش نفسه يقول لك هو فين بالظبط. الموديلات بتاعتهم كلها عشان تبقي انت عارفه كل حاجه موجوده على الفرش.